ما هو الجين وما معنى استهدافه وما أهمية هذه التقنية؟ الخلية الحية تتكون من غشاء وسيتوبلازم ونواة. بداخل هذه النواة المادة الوراثية المعروفة بالدي ان ايه والار ان ايه. الدي ان ايه ديزوكسي رايبو نوكليك اسيد، وهو عبارة عن شريط مزدوج وهناك قواعد نيتروجينية جوانين سيتوزين ثيامين أدينوزين تتكامل مع بعضها البعض. هناك سكر الريبوز، ده شكل لحلزون الدي ان ايه. هنا الصبغيات او الكروموزومات، وهي 23 كروموزوم في الانسان، وده لو صبغناها حطيناها تحت الميكروسكوب هيكون ده شكلها، 23 كروموزوم في الانسان. الفرق بين الكروموزوم والجين، الجين الكروموزوم ده مشتق من اللغة اللاتينية كروما معناها لون، سوم يعني حزمة، حزمة ملونة كما ترى الشخص عندما يراها تحت الميكروسكوب، حزمة ملونة. هي بتتكون من جزء من الحمض النووي الديزوكسيريبونيوكليك أسيد. إنما الجين هذا عبارة عن جزء من الريبونيوكليك دي إن إيه برضو ديزوكسيريبونيوكليك أسيد، ولكن هو بيكود لبروتين معين يعمل في خلية أكتر من خلية. يبقى الجين ده جزء من الدي إن إيه ولكن له وظيفة بكودينج فور بروتين. الكروموزوم بيبقى عليه أكتر من جين، الكروموزوم عدد من الجينات تترقى أكثر من جين على سطح الكروموزوم. استهداف الجين ولا خطوات استهداف الجين: الحصول على خلايا جذعية جنينية من فأر، هذه الخلايا الجذعية قليلة، نحضر الناقل في ثاني هذه الخطوات، والناقل عبارة عن دي ان ايه مشابه للجين المستهدف بالإضافة لجزء مميز لهذا الجين HSVTK يسمح لنا بانتقاء الخلايا الجذعية. بعد ذلك يحدث عملية الانتقاء لإكثار هذه الخلايا، بعد ذلك نقوم بحقن هذه الخلايا التي اخترناها وانتقيناها في بلاستوسيست في خلايا جذعية جنينية، ثم نحصل على هذه البلاستوسيست وتنقل إلى أم حاضنة. الجيل الأول يكون فيه كايميريك ماوث أو فأر خليط يحتوي على الجين. هذه الفئران الخليطة بالجيل الثاني يكون هناك نورمال أو كايميريك نورمال ماوث وكايميريك ماوث، فأر خليط وفأر طبيعي. في جيل لاحق نحصل على الفئران التي حصلت. أهمية استهداف الجين: تعلمنا من تقنية استهداف الجين أننا يمكن تغيير الجزء المسؤول عن إنتاج البروتين في الجين، استخدمناه لإصلاح العيوب الوراثية التي تلحق بالجين، يمكن للفأر أن يصنع بروتين. تسمح لنا هذه التقنية بدراسة الأمراض واختبار، اكتشفنا أن هناك هذا نعرفه، هناك تشابه بين الفأر والإنسان في 90% من جينومهما. إذن يستطيع أن نعمل موديل للأمراض التي تحدث في الإنسان ونجري التجارب
عليها على هذه الفئران. هناك موديلات لارتفاع ضغط الدم، موديلات للسرطان، للسكر. تم استهداف عشرات الآلاف من الجينات لمعرفة وظائفها على نحو دقيق. نوبل الطب عام 2007، ماريو كابيتشي، مارتن إيفانز، أوليفر سميثس حصلوا على جائزة نوبل في الطب أو الفسيولوجيا عام 2007 لاكتشافهم تعديل جينوم فأر بإدخال جين باستخدام الخلايا الجذعية.